سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر على مستوى الجمهورية. وجه سيادة الرئيس بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة انتاج الهيدروجين الاخضر وكمان تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات الاجنبية في مجال انتاج الطاقة النظيفة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية، وقد تم في هذا الإطار استعراض مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة والشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة النظيفة في مزيج القدرات الكهربائية للدولة للوصول إلى نسبة 42%، وذلك في ضوء ما تزخر به مصر من إمكانات من الطاقة النظيفة المتمثلة في الرياح والطاقة الشمسية. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب، وبما يصب في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية. كما وجه السيد الرئيس أيضاً بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة. كما وجه السيد الرئيس بدراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الكبيرة في التوليد، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في عدة مواقع جغرافية على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض مشروع ممر الطاقة الخضراء في مصر، والذي يهدف إلى تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في الشبكة القومية للكهرباء، ومن ثم تسريع عملية تطوير إمكانات الطاقة المتجددة في مصر بهدف تعظيم إمدادات الطاقة لدعم عملية التنمية القومية الشاملة، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتصدير الطاقة المتجددة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض جهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمواقع المقترحة لتلك المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر. امبارح كان في مجموعة مهمة من الأخبار زي الاجتماع اللي أجراه رئيس الوزراء لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات، وكمان إعلان الأكاديمية الوطنية للتدريب عن استمرار تلقي مشاركات الحوار الوطني من مختلف قوى وفئات الشعب، وأخبار تانية هنعرفها من التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه يوجد 21 مشروع تحت الدراسة للاستثمار في عام 2022 في 6 قطاعات مختلفة، هي الاتصالات والمرافق والبنية الأساسية والخدمات الصحية والصناعات الدوائية والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والاستثمار العقاري. امبارح ترأست المهندسة رندا المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء الاجتماع الأول للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، وتم مناقشة سبل تذليل المعوقات اللي بتواجه عدد من المستثمرين والشركات وإيجاد حلول ليها.
كمان امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير تضمن انفوجرافات بتوضح المخصصات اللي وفرتها موازنة الجمهورية الجديدة لدعم نظم الحماية الاجتماعية، خاصة بعد هيكلة الموازنة لمواجهة سيناريوهات الأزمات العالمية. امبارح أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن استمرار تلقي مشاركات الحوار الوطني من مختلف قوى وفئات الشعب، وقالت الأكاديمية إنه وصل ليها عدد كبير من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من مختلف الجهات والفئات في المجتمع المصري.